الربيع الروسي هو الاسم الذي أطلق على سباق القوارب الشراعية احتفالاً بمرور عام على ضم سيفاستوبول إلى روسيا. سيفاستوبول كانت دائماً روسية، يصرح مبعوث الكرملين في وجه الصحفيين، وكأن وجود هذه السفينة الحربية الروسية هنا دليل على ذلك. وبالفعل كانت عاصمة شبه جزيرة القرم منذ العصور القيصرية مرفأً للأسطول الروسي في البحر الأسود. وقبل عام تم تنظيم استفتاء شكلي لضم القرم إلى روسيا في خطوة رآها الغرب انتهاكاً للقانون الدولي، في حين اعتبرها الكرملين حماية للغالبية الروسية في شبه جزيرة القرم، موقف سنده آنذاك الكثير منهم، غير أن الأمر الآن يبدو مختلفاً بعض الشيء. على الأقل ننعم بالسلم على عكس الوضع في شرق أوكرانيا، على الرغم من وجود مشاكل لدينا أيضاً. البيروقراطية الروسية بأكملها لا تزال جديدة بالنسبة لنا، وأشياء كثيرة لا تزال معلقة. في غضون ذلك شهدت البطالة ارتفاعاً بعد تأميم العديد من الشركات، بالإضافة إلى انعكاسات العقوبات الاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا. غير أن التلفزيون الروسي يظهر ضم القرم على أنه عملية ناجحة. الرئيس بوتين من جانبه يضيف لمسة درامية بقوله إن روسيا كانت وقتها على استعداد لوضع ترسانتها النووية في حالة استنفار تحسباً للرد على أي هجوم غربي إذا لزم الأمر. طبعاً لم نسعى إلى ذلك، بل كنا مجبرين وكان علينا أن نكون مستعدين. سجلت هذه المقابلة التلفزيونية قبل الخامس من الشهر الجاري، تاريخ آخر ظهور علني للرئيس بوتين، ومنذ ذلك الحين تضاربت التكهنات بشأنه إلى أن عاد اليوم للظهور أثناء استقباله لرئيس قرغيزستان متجاهلا التكهنات، ويبدو أنه لا يريد أن يضيع فرصة الاحتفال به هذا الأسبوع في الذكرى الأولى لضم شبه جزيرة القرم.